عاد المغار إمام يتحلى بكل صفات الإمامة، ظل جاهدا ساعيا لفعل الخير وتوجيه جموع المصلين هنا بمسجد الفرقان في بلدية عزابة. الإمامة هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام ووظيفة كل الأنبياء والرسل، وقد قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. الإمام عادل يتميز بأسلوب خاص في نقل الرسالة السامية للمصلي المتلقي وتوجيه الخطاب الديني المعتدل في الإصلاح وتربية النشء والتحلي بالأخلاق الحميدة، حيث يحظى بالمنزلة الرفيعة لدى المواطنين نظرا لصفاته وواجباته التي يقوم بها في كل الأوقات. هم يقولون: أنا أحس بالتقصير، على كل حال أسأل الله أن يغفر لي تقصيري في جنبه، ولكني أبذل جهدا، أنا دائما أسعى باش نقدم الأفضل وأستفيد من أخطائي، لا أتكبر على أخطائي ونسمع للناس. إمام عفيف جعله الله صالح لكل سوء وناصح لكل مهموم بارتباطه المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.